يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام من جديد. وصلنا الى المحور الاول من حلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا اليوم مهم جدا نظرا لقله وعي البعض بهذا المرض وقله الحديث عنه او التعامل معه، على انه مشكله بسيطه لكنه يصيب الرجال عند التقدم بالسن وله عواقب كثيره جدا، سواء من ناحيه اشكال التضخم او من نواحي اخرى. سنتحدث كل ذلك مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور احمد الحمزاوي، اخصائي جراحه الكلى والمسالك البوليه وعقم الرجال والبروستات. يسعد صباحك نورتنا. اهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور بدايه خلي نعرف من حضرتك ما هو مفهوم تضخم البروستات الحميده عند او من الناحيه الطبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. البروستات هي غدة موجودة فقط عند الرجال. نعم. البروستات بها هواي أمراض، فإحنا خلي نلخصها بشكل بسيط بثلاث أمراض رئيسية: تضخم البروستات الحميد، التهاب البروستات، سرطان البروستات. نعم. أكثر الأمراض الشائعة اللي هو تضخم البروستات الحميد، اللي هو حيكون محور حلقتنا لهذا اليوم. البروستات هي غدة موجودة أسفل المثانة، الإدرار يمر من خلالها. دورها الرئيسي هي في انه تساعد الحياه من الرجاليه، يعني شلون تغذيه للحياه من الرجاليه حتى تساعدها بالدخول الى المهبل والوصول الى الرحم عند النساء. بمرور الزمن راح البروستات تبدي تكبر، فمن راح تبدي تكبر راح تضغط على مجرى البول، فراح تسبب اعراض كلش هواي. طبعا مو عند الكل، هو خلينا نقول ورا ال 50 سنه ثلث الرجال حيكون عندهم تضخم البروستات. طيب. وتقريبا 90% بعمر ال 90 سنه حيكون عندهم تضخم البروستات. الاعراض عند الكل؟ لا، ليس عند الكل، اكو ناس تصير مضخمه عندهم البروستات ولكن هم طبيعيين، يتدرب طبيعي وما عنده اي مشكله. نعم. والعكس صحيح، اكو ناس لا راح يعانون من هذا المشكله. طيب دكتور، بعد ما تعرفنا عن الفئات العمريه اللي يصيب الرجال، خلينا نتعرف ايضا على اعراضها. أعراضها تقسم أعراضها إلى نوعيتين، اللي بالبداية تبدي وبعدين اللي متأخرة. أكثر الأعراض شو يعني؟ اللي هي صعوبة بالإدرار، يجيك المريض يقول لك أنا محصور، أحس عندي إدرار، أريد أروح أفرغ المثانة مالي ما أقدر، فيستخدم عضلات البطن يعصر على مود يتدرر وهم ما يقدر. المجرى مال البول حيكون ضعيف، البولة حتكون متقطعة عنده. أكثر شيء ينضوج من عنده اللي هو أنه يحاصر ما يتدرر. يجيك للطوارئ انهم حاصر، وهذا شعور كلش مؤذي، فنضطر انه نستخدم الصونده الادرار في هذا الوقت يعني. وبعدين اعراض الثانيه اللي هي بعد مرور الزمن حتكون عنده صعوبه الحرقه بالادرار، زياده عدد الادرار باليوم. احنا نعرف انه 5 إلى 6 مرات هذا الطبيعي لكل انسان انه يتدرر، هو حيكون اكثر من هذا الشيء. بالليل حيروح يتدرر اكثر من انه مرتين وفوق، يعتبر هذا الشيء مو طبيعي، فيتدرر كلش هواي بالليل. فيعني هاي الاعراض الاساسيه اللي تكون عند البروستات. طيب ماذا عن تضخم البروستات الغير حميده؟ نعم. وخلينا نحكي على الاجراءات الطبيه اللي تخصها. ذاك سرطان البروستات، طبعا هواي مرضى يخافون انه عندي بروستات فعباله صار سرطان. طبعا نطمنهم انه تضخم البروستات الحميد ما يصير سرطان. طيب. هذا شيء وهذا شيء اخر، وما يتحول من حميد الى سرطان. ذاك مرض ثاني، وذاك يعني فحوصاته تختلف وعلاجاته تختلف. نعم. طيب، هل يؤثر تضخم البروستات عند الرجال على الصحة الجنسية وأيضا عن الإنجاب؟ العلاجات اللي ياخذها مريض البروستات بها مشكلتين. طيب. مشكلة انه تقلل الرغبة الجنسية، هن اكو يعني 2 أدوية أساسية لعلاج البروستات. واحد عنده مشكلة والثاني عنده مشكلة، والثنين يأثرون على الجنس. الأول مشكلة انه يقلل الرغبة الجنسية. نعم. عند الرجل. والعلاج الثاني انه يسميه احنا القذف الرجعي، يعني اثناء الممارسه الجنسيه من يقذف ما حيطلع قذف. فهذا بسبب العلاجات، فهذه هم معاناه عند مرضى البروستات. نعم. طيب دكتور، يا ريت نتعرف من حضرتك الفئه اللي تتعرض دائما لهذه الحاله المرضيه او العرض المرضي. كبار السن اكثر من 50 سنه تبدي، وهواي مرضى مع الاسف يربط حجم البروستات، يظل ياخذ سونارات متكرره. يابا انا بروستاتي كبرت. اي اوكي، هي حتكبر، هي ويا مرور الزمن حتكبر، لكن قول لي دتبول بشكل طبيعي او لا؟ هذا السؤال المهم. فلذلك انا احب اوجه من هاي القناه المحترمه، يابا يا مرضانا الاعزاء، لا تخلي حجم البروستات هو المقياس لك. نعم. المقياس الحقيقي هو قدرتك على الادرار. اذا تتدرر طبيعي انسى هذا الموضوع، خلي تصير 200 ما عندي مشكله، بس اهم شيء تتدرر. نعم. طيب. نعم. طيب دكتور، هل التهاب المسالك البوليه وايضا حصل الكلى يؤثر على بروستات التضخم البروستات؟ هو نتيجه وليس سبب. طيب. ما حتتضخم البروستات. نعم. المريض ما حيتدرر بشكل كافي، يعني خلينا نفرض هو مثلا عنده 500 مل بالمثانه. طيب. مالته، من حيروح يتدرر؟
حيتضرر فد 200 او 300 مل، فحيبقى فد نص هذه الكميه بالمثانه. فهذه طبعا ما دام يعني فد مي راكد خلينا نقول، فراح البكتيريا تتكاثر به فحيصير التهابات، وبمرور الزمن حيصير رمل وبعدين يتكون حصو. نعم. فهو نتيجه للبروستات. طيب. طيب خلينا نحكي على سبب الاصابه بهذا المرض، ليش انه البعض يصير بهم والبعض، او انت قلت انه بعد الخمسين انه كل شخص يجوا محتمل انه يصير. نعم. هذا الحاله، ليش اكو ناس يصيبهم واكو ناس ما ينصاب؟ هو السبب العلمي لتضخم البروستات ما يعني ما مثبت علميا لحد الان، ولكن نعم. هو يعتقد تاثيرات هرمونيه بمرور الزمن. نعم بعد الخمسين سنه راح يصير هذه التغييرات فحتكبر. بس قلت لك انه اكو ناس تطلع عندهم اعراض واكو ناس ما تطلع، هم اثنيناتهم كبران البروستات عندهم. طيب. بس هذا ما تطلع عنده اعراض. طيب المتزوجين طبيعي. والغير المتزوجين. نعم نعم نفس نعم نفس نعم الحاله. لا علاقه. نعم. نعم مساله عمر هي. أه. نعم. نعم. طيب ما هي الاجراءات الاوليه والاساسيات الاولى ما بعد تشخيص المريض لعلاج او تضخم البروستات؟ طبعا احنا كاختصاص جراحه كلى ومسالك بوليه من الامراض الشائعه جدا بمجتمعنا هو تضخم البروستات. من حيجينا المريض هو مشكلته الاساسيه صعوبه الادرار، يقول لك انا مدى ابول بشكل صحيح، انا بالليل دا اقعد كلش هواي، انا بالليل مثلا مدى انام بشكل صحيح، خصوصا اللي عنده التزامات الصبح او كذا شيء. فاحنا طبعا ناخذ التاريخ الطبي من المريض، نسوي سونار. نعم. نشوف حجمها اول مره بالسونار، نسوي مجموعه تحاليل اللي هي تحليل الادرار، تحليل اليوريا والكرياتين مال وظائف الكلى، قوه دفع البول هاي هم كلها نسويها، فراح نوصل الى نتيجه. طبعا احنا عندنا اسئله نسالها للمريض، هو اكو جدول كامل. طيب طيب دكتور عذرا المقاطعه، بما انه انت اليوم حضرتك استشاره مجانيه وايضا يستفاد المشاهد، فلهذا راح تكون عندنا اتصالات هاتفيه، اذا مشاهدينا الكرام اكيد راح تكون ارقامنا ظاهره اسفل الشاشه وبامكانكم الاتصال تستفسرون الدكتور. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي على التهابات المسالك البوليه وايضا حصوات الكلى، هي احد اسباب تضخم البروستات؟ هي نتائج لتضخم البروستات. نعم. لانه قلنا انه حيبقى ما يبول بشكل كامل فحيبقى ادرار، من يبقى ادرار عندي بالمثانه هذا عرضه انه حيصير التهاب وبمرور الزمن حيتكون حصو. أه. نعم. نعم. ودائما شائع انه يكون حصوه بالمثانه ويا البروستات، هاي شائعه جدا. أه. فتكون العمليه هي عمليه رفع البروستات ورفع الحصات في نفس الوقت، يعني عمليتين في ان واحد. في ان واحد. نعم. طيب دكتور نلاحظ انه بعض الاشخاص عندهم قله وعي بهذا المرض ويتعامل معها انه مرض بسيط، فشنو توجه لهذول الاشخاص؟ احنا مو بس هاي المشكله، مشكله هسه الجديده دا يجونا دا ياخذون اعشاب هاي المشكله هسه. نعم. الجديده. نعم. دا يجيك انه هو ما متحسن وتارك العلاج ماله، والله انا دا اخذ اعشاب ودا اصير زين. طيب. او اكل يعني ما مخلي بباله انه انا ابقى لفتره طويله، ما هو العلاج لازم يبقى لفتره طويله عليه. طيب. يعني شلون امراض القلب هو مرض مزمن يعني. ف بعد مرور الزمن حيجون انه يبدا عجز كلوي عندهم اذا بقوا بهاي الحاله. هو بامكان انه ياخذ علاج او عمليه حسب الحاله؟ علاج اول مره. نعم. اول مره احنا قلت لك هو اكو احنا شلون نتخذ القرار. طيب. بناء على عندنا في الاستبيان من سبع يعني سبع اسئله، كل واحد بيه من خمس درجات، ونجمع احنا نسال اسئله يعني نعرف شنو اللي نريده من المريض. طيب. فحنقرر انه اما مثلا اقول للمريض يابا انت قلل المشروبات مثلا الكحوليه، قلل المشروبات الشاي والقهوه، او انت يا مريض الثاني انت تبقى على هذا العلاج، او انت لا والله انت عمليه، انا عندي نقاط امشي عليها هذا. نعم. عمليه. مثلا اللي يجي يتدرر دم على طول، اللي دائما يحاصر، اللي عنده حصوات بالمثانه، اللي عنده جيوب بالمثانه، اللي متاثره الكلى، ذولي لا عمليه قبل، ذولي ما افكر بالعلاج اطلاقا. نعم. اما لا الجروب يعني الاولانيات اللي هم اول واحد انهم بس نغير الستايل مال حياته، يابا شرب المهيجات مال المثانه نبتعد عنها، القهوه وغيرها والمشروبات الكحوليه، يعني ايضا بعض الاطعمه والمشروبات ايضا تاثر على هذا. نعم. نعم. طيب. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي على نجاح عمليه البروستات او تضخم البروستات، هل هي نجاحها 100%؟ بالإضافة إلى الشخص بعد العملية لازم يتخذ نظام غذائي خاص، وأيضا الفرع الثالث بالسؤال بعد ما أجرى العملية الشخص من المحتمل أن ترجع البروستات ولا بعد؟ سؤال جميل جدا. طبعا إحنا هسه حاليا في ثورة في علاج الجراحي للبروستات. نعم. إزالة البروستات تتم عن طريقتين، أما فتح أو عن طريق الناظور عن طريق مجرى البول. نعم. فعن طريق الناظور عادة ما ترجع في فيما بعد، لأنه ما حيكون استئصال كامل للبروستات، فورا نعم. مرور الزمن حترجع. أما رفع البروستات يعني عن طريق عملية الفتح لا هاي ما ترجع. طيب. وهسه إحنا بثورة الكوانتا هذا الجهاز الجديد إنه عن طريق الناظور أرفعها بالكامل. طيب. فما ترجع إذا عن طريق الناظور عادة قلنا يعني إنه إذا نشيلها بالكامل.
ما ترجع، بس اذا لا والله نسوي بس مجرى البول يعني نفتح طريق للادرار اكيد حترجع تكبر ورش كم سنه وترجع تسد وتعيد، فلازم نعيد الناظور. طيب الانظمه الغذائيه؟ لا 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 ما لها علاقه، عادي يرجع حياته طبيعيه. نعم نعم. طيب دكتور ذكرت انه ما قبل العمليه ممكن انه ياخذ المريض انه فد اي علاج معين لهذا الموضوع. نعم. طيب اذا كان مصاحب بامراض مزمنه ياثر هذا الموضوع؟ لا لا ما ياثر، لا ما يتضارب معه، ما يتضارب معه اطلاقا. علاجين هن مشهورات البروستات، وكل مرضى البروستات يعرفوها وصار لهم سنين عليها والامور طيبه. الحمد لله. طيب ذكرت قبل قليل حضرتك انه بعض المراجعين يجون لعيادتك انه ماخذين اعشاب. نعم. او داخلين على البيجات اللي جاي تنشر علاجات متنوعه وعلاجها مضمون وما شابه ذلك، شلون تتعامل ويا هيك اشخاص؟ هاي مشكله، مشكله. هو حقه، هو او يجيك يقول لك انا صرت زين على هذا المنتج. هو يعني مختصاصي هذا الشيء، بس نعم. هو حقه. شوف، هو اكو مرضى ما يستجيبون للعلاج، اكو نعم. مريض يستجيب واكو ما يستجيب. طيب فهذا اللي ما يستجيب هو حقه مرات يلجا لهذا الشيء، بس هو ما حيتحسن على اعشاب، الله اعلم. يعني يجوز اكو اعشاب، هي اكو عشبه مذكوره السوبالميتو، هاي مذكوره بالكتاب، بس هاي حتكون غاليه. نعم. وما يجيبوها العشاب، اللي يجيبوها الصيدله، يعني بالصيدله. نعم. تكون موجوده. اي طيب ذكرنا انه ممكن بعض الاطعمه الغذائيه تساعد على علاج او تساعد ممكن انه تخفيف تضخم البروستات، هل ممكن ايضا انه اليوم الرياضه تاثر على تضخم البروستات؟ لا لا لا، أبد نهائيا، هي مسألة عمر. طيب لا مفر منها. نعم نعم عمر. لا 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 ماكو شيء يأثر عليها إطلاقا. نعم نعم. طيب شلون احنا نقي نفسنا من الإصابة بتضخم البروستات؟ لا تقي، ما تقدر. اها نعم، مسألة هي قلت لك عمر، ورا الخمسين هي بتتضخم. تتضخم الفكرة، صار عندك أعراض أبدي علاج، ما صار أعراض أعوف الموضوع. أه. بس هي تحتاج لها متابعة. طيب إهمال هذا الموضوع شنو راح يصير؟ شنو أعراض إهمال هذا الموضوع؟ أثر أنت من ما تدر، واحد ما يدرر بشكل كافي. طيب. هذا الإضرار حيرجع للكلى، فحيسوي نعم. بين عجز كلوي، بين حصو، بين التهابات متكررة. طيب. إضرار دم طبعا. نعم. ما يصير يهمل هذا الموضوع. طيب نعم. طيب هذه الحالات إذا تأزمت أكو يعني أعراض أخرى تصير عندها أو أمراض ثانية؟ احنا اذا مثلا ما استجاب العلاج، او مثلا لا لا خربط بالعلاج، او مثلا عاف العلاج اصلا، هذا معناها تحول العمليه. يعني انترك موضوع العلاج معناها صار موضوع عمليه، بس يتحول الى فد شيء اخطر. لا ان شاء الله نجاح العمليه مضمون. لا لا البروستات لا. طيب تحول اذا الى عمليه، لكن عمره ما يساعد انه هو تحت بنج عام، ممكن عام او نصفي. طيب ممكن انه عمره ما يساعد انه يتحمل بنج عام، هم اكثرهم عمرهم ما يساعد. هم طيب. اكثر هو اللي واصل مرحله الحل هذا الموضوع العام، انه نجهز للعمليه. طيب. بين طبيب القلبيه والايكو على ما يجهز لي، والمخدر يجهزه، لازم نشتغله، لا مفر منها. يعني خصوصا مرضى، يعني مرضى القلب. نعم. يعني إيه طبعا البنج بعيد عنهم، يعني يأذيهم. شلون تتعاملون وياهم؟ بنج موضعي ولا شنو؟ لا لا نصفي نصفي. نعم. انهم ابره تكون بالظهر، فمن مستوى السره لجوه ما يحس، احنا شغلنا جوه هذا الموضوع. نعم. اي فزين الامور، موضوع التخدير هسه مو اكو تطورات كلش قويه بالتخدير، فزين ان شاء الله الامور، بس هم كبار بالعمر كلهم. طيب. نادر لما نشتغل واحد بروستات هو صغير بعد او خمسينات، يعني فوق السبعينات او نهايه الستينات ولفوق. انا ما اعتقد اطول لسه يعني. لا ان شاء الله طويل. ان شاء الله ان شاء الله. نعم نعم. طيب اريد اسالك سؤال، يعني انا سالنا عن المراجعين وكذا. نعم. واكيد توافقني الراي همسه. نعم. هذه الابتسامه والروح الحلوه موجوده ويا المراجعين ولا بس عندنا هنا؟ موجوده ويا الكل. لان احنا مراجعين دائما اطباء، يعني تشوفه ضايج بس مجرد يريد يخلص. اعذروهم ترى، والله اعذروهم. أيوه. ظروف العمل والظروف هاي يعني مو سهله اللي يعيشها الطبيب، يعني بالوقت الحالي حاليا. حتى المرض هم حالته النفسيه تعبانه ويجي تعبان ومتوجع. لا لا بس ان شاء الله ضحكه لازم يتجوز مبتسم. لا ان شاء الله موجود دائما هاي الابتسامه. آه. ان شاء الله. نعم. طيب الله يحفظكم. طيب بالنسبه عن الوقايه من هذا النوع من هذا المرض، احنا قلنا انه ما مفر منه، يعني انه لازم خلاص انه شخص يصاب به. طبعا. العمر معين. ممكن انه بعض الرجال ما يصابون بهذا الموضوع؟ اي طبعا ممكن. اي نعم. طبيعي. نعم. عوامل على يعني شنو تعتمد؟ عوامل وراثيه خلينا نقول. اي نعم اكو ما ينصاب، يعني اليوم العامل الوراثي يلعب دور بهذا الموضوع. نعم العامل الجيني يلعب دور بهذا الشيء. بس يعني نسبتهم قليله ترى اللي ما يصابوا، لان احنا قلنا بالخمسين سنة ثلث الرجال هم مصابين. طيب. وبالتسعين سنة هم تقريبا 90% مصابين، فيبقى اكو 10% يعني. أها. طيب العامل النفسي يأثر؟ لا. ما له علاقة؟ لا ما له علاقة، لا. البروستات مسألة عمر، نعم. أها. يعني ما له علاقة بهذا الموضوع؟ لا 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 ما له علاقة. يعني مثلا ضغوطات الحياة، لا لا لا، المشاكل وهاي الشغلات اللي احنا نمر بها او كل الشعب العراقي يمر بها. كل العراقيين يمر. لا لا ما له علاقة بهاي الحالة، يعني كون انه الحالة النفسية اغلب الامراض ترتبط بها. لا 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 لا.
طيب. ما لها علاقه لا هي طيب. شغله ميكانيكيه هي يعني مجرى البول حينسد ميكانيكيا فتحتاج اما علاج تفتح هذا او عمليه طيب ممكن تعرفنا على احدث التقنيات الطبيه لهذا الموضوع بخصوص هذا الموضوع حاليا هو الهولب يعني هي عمليه الهولب اللي هي بجهاز الكوانتا افضل طريقه حاليا لازاله البروستات هسه هي يعني بالليزر خلينا نقول بالناظور هاي طيب ايش قد تاخذ الوقت يعني العمليه حسب حجم البروستات ساعه الى ساعتين خلينا نقول اها يعني البروستات هم بها احجام طبعا احجام شلون يعني احنا لحد ال 25 او 26 هاي طبيعي وراها تبدا اكل اتلافينا قياس قصدك؟ اي نعم حجمها يعني هيك يعني تكبر بالحجم اكو توصل 200ات اكو 150 نعم طبعا هاي حجم الحجم يكبر لانه بسبب الاهمال الطبيعي هذا الموضوع لا طبعا اهمال ما ياخذ علاج تتفاوت القياس من شخص لاخر بس اذا ما اخذ علاج تبدا اكيد تكبر بس بالعلاج لا تصغر يعني اكو علاج لازم اقل شيء يبقى عليه 6 اشهر تبدا تصغر مثل ما تفضلت اذا اهمال من المريض ما اخذ طبعا تكبر اكثر طيب هذه القياسات اللي ذكرتها يعني كل ما تكون اكبر اثناء العمليه تكون اخطر ولا ما لها لا لا, لا كل ما تكون اكبر بالعمليه تاخذ وقت اكثر واكيد العمليه تكون اصعب ولكن حجم البروستات وهي الاعراض ما لها علاقه هاي دائما مشكله عليها من المرضى انه يابا انا كبرت البروستات مالتي اخذت سونار وكبرت شو اسوي يابا مالك شغل فحجم البروستات ما لها علاقه بالاعراض اذا تتدرر زين انسى الحجم نعم. اكيد احنا ذكرنا انه بعض قله الوعي عند بعض الاشخاص اللي يهملون هذا الموضوع قلنا انه ياثر على حياته صح نعم طبعا طبعا طيب نصيحه اخيره لكل مريض بهذا الموضوع انه ورا الخمسين سنه ابدي سوي سونار دائما للبروستات وخصوصا اذا اكو مشكله بالادرار اذا ما تتدرر بشكل طبيعي فلازم تراجع سوي سونار اعرف حجمها فحوصات اخرى عند الطبيب يسوي لك اياها على مود لا تتفاقم الازمه انا قبل النصيحه كان عندي له سؤال الشخص المصاب بتضخم البروستات بعد العمليه ايش وقت يبلش حياته الطبيعيه او يمارس حياته الطبيعيه بالناظور يعني يومين ثلاثه نشيل الصنده والامور تتحسن يعني ما عليه خطوره عادي يرجع لحياته الطبيعيه اكله طبيعي الحركه كلها طبيعيه الدكتور احمد الحمزاوي شكرا حضرتك نورتنا اليوم شكرا لك وتواجدك ويانا ربي يحفظكم شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام اكيد مستمرين في قناه حلقتنا لهذا اليوم لكن بعد الفاصل